السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. معكم هاشم. طبعا اخترت ما يحتاج شرح بيركات لانها كلها بيركات هانترس، في عليها تروفي اذا فزت بمجرد بيركاتها الخاصه. نشوف اللي ضدنا. ثلاثه تيم وذ فريند، واحد مين الرابع بيجي؟ اوكي، ما ادري هذا بيكون معه. بسم الله، اربع ضحايا دخلوا مزرعتي، الان يبدا الصيد. من وين نروح؟ يلا، مع البركات هذه راح اعتمد اعتماد كلي على الهاتشي. ارمي واحدة هناك. لا، هذه جت تحت. هذا واحد. هلو نيا، كم هير بليز. الله يا نيا، وش سويتي؟ هذا جديد شكله. اوه لا والله، هذا هذا فنان، هذا مو جديد. لازم كف على طول. هناك ناس شغلوا الجنريتر. كويس، كسبنا واحد لولو باي توكن. وين اللي هنا شغل جنريتر؟ وين نزلوها؟ عطى واحدة كذا ما صابت. بل ما عندي لك هاتشت للأسف. جبيلي شحنة جديدة. تعال أيها الشايب، تعال أعطينا التكن الثاني بما أنكم شغلتوا جنريترات. تو لولو باي ما اشتغل التكن الأول، قبل ما اشتغل الثاني فجرته مطور. أنا فينك؟ سمعت انفاسه، وهذا صوت المطارد يعني موجود. اوبا نانسي، هذه نانسي ولا الجديده ذي؟ ما ادري ايش اسمها الصينيه. لا مو نانسي، هذه رائعة الدباب. تعالي ارمي البلات وارفع اي ثاني، سوي لي زي المحترفين. ها ليش ضربت انا؟ يلا طيب، ايش نسوي الحين؟ نكسر ذي عشان لا تجي ترفعها وتستفيد منها. هذه معهم راعية الدبابات. ها ايش في هنا؟ انتو ثنتين نفس الشيء. انا على بالي واحدة. كان يمديك تنزليها تصدقي، ولا هانترس وراك تخافين. راح اطاردها لاخر الدنيا ذي. ما ينفع اسبق لها هذه. اي شوف، لو سبقت لها كان راحت من هنا. هاتشيت يمين يسار في النص. والله ما شاء الله عليها، شايفتني هاي. شيل ودي هوك. ايه شوايف عادي. هذه على اليمين هناك تركض. ما نخلص منكم، انتو متشابهين. يمين يسار. بل كفو جات فيها. تعال يا بل، تعال يا ابل. وين الشايب؟ لا والله ما جات فيه. شوف فين يركض. يبينا ضيع عشان لبسه نفس الضرر. بتعبني انت، لو ما عاد يدهرد وراح على الشاك الله مصيبه. اي هذا ما عنده ديدارد، هذا يعتمد على الامبركبر. هذا الشايب خلاص الحين تفجير مواطير. الحين اتنكبوا في حياتهم. اوه تتعالجوا هنا. جدي جنبها. تعالي. كسروا لولو باي. اوكي مو مشكلة، مع النتيجة هذه ما راح يطلعون ان شاء الله. وين الثاني اللي كانت هذه؟ عشان هذه لا تتكمبر بعدين مشكلة. هلا انت، لا نزلتي هذا ولا نزلتي هذا، توقعك كان خاطئ. اقعدي اقعدي.
تبين بيسمن خمسة هاتشت الحين ثلاثة معلقين في نفس الوقت، واحد نزل اوكي والثاني هناك يفجر الماطور، واحد مات. هذا بيل اللي نزله. تعال تعال يعطيك هاتش يمين يسار في النص. ها الحين يمين يسار يمين، وين والله يلحم فيه يمين، روح يمين تكفى. اوف يا ساتر. تعال ابلع ابلع كف تعال، وينك؟ خاف يكون ما عاد هارد هذا و... لا اله الا الله فعلا ما عاد هارد. يمكن يمكن لان اختطفت خطوطه وبعدين راحت مسافه بعيده. اين هو يا ترى؟ ضيعني ولقيت ضحيه غيره. موجود معهم معه. تعال تعال الثاني راحت هناك. لو تركت هذا بيقوم من بريكبل، لكن مو مشكله نعطيه فرصه. الشايب نتخلص من واحده من هذول المتشابهين. هذه النيه هنا وذيك وينها؟ مستحيل ما يكون عندهم بريكبل الشايب. ناخذ شحنه. قام الشايب عندهم بريكبل. البنت كنسل. وين بتروح توقع كذا؟ دخلت الشاك يمين. هذه مراوغة كبيرة. هاي الظاهر عندها البركة اللي يشتت خطوات أم كذا. نايس والله نايس. خليك راح نشوف بيل. اين انت يا بيل؟ قريبة. اوه الاثنين. اقعدي 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 بلا يهيلك بلا كلام فاضي. يعني انا كل شوية حقعد اسدحك استناه يهيلك. ليش نازلة من هوك؟ ليش ما رميت البلت يا بيل؟ ها برضك هنا. هذا ما يدق جيم وزي وجهه. ايه اخيرا الحين رميت البلد. ها الحين رميت البلد. الله كم انت سريع يا بل. اعطى واحدة هاتش هوش له. ها 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 تعال كذا ارجع. ها يمين يسار. جاتني السرعة خلينا طارده شوية. اوه ليش ضربته؟ تطورت. هو فاقد الامل يطلع من هنا. عارف انه لو خرج من هذا اللوب لازم اكسر دي. ماني ناقصها والله تبلك لي الهاتشيت حقي. بل باقي هاتشيت واحد تبيه ولا صك الكف؟ ارجع. كذا. خلاص ما في الا كف. خلص هاتشيت. اوه طلع عندك دهارد. انا من اول اقول عنده دهارد هذا الادمي. فقد الامل كان يبي يريبها بس عرف انه ما يمدي. يلا هذا كف. جي جي. اوكي الحين اخترت بيركات على ذوقي بما انه ما فيها تروفي ولا تحدي. بيركات كلها تضغط الجنريتر عشان ابي استمتع بالهانترس واسلوبها وميزتها في الصيد صراحة. زي هناك الحين معي هيكسين. صدقوني انه عندها كومبو اسطوري لولو باي هذا مع التعديل حق روين. صار كومبو خرافي بالذات لو جبت 5 توكن على لولو باي وما انكسر الروين ولا اللولو باي. بيتورط ورطة يصير بدل ما يصلح الجنريتر راح يخربوه. هذا بيل يا او انتم منتظرين الجنريتر يفك كلكم ثلاثة؟ نايس نايس يا كلاود نايس.
كان عندك خيارين احلاهما مر انك تبلكي نفسك او تبلعي الهاتشي. بلعتيه، احييك على هذا الخيار، بس وين رحتي؟ طبعا كسرالي الروم من البدايه، مو مشكله عوافي. ابلعي، اخاف من الباقين. برستيجة عالي ولعبها تعبان، الباقي ما ادري ايش وضعهم صراحة. فينك ايش سوي هنا؟ وش الزبنة ذي؟ والله لو انك تفك البوابة ما زبنت بالطريقة. اوه ما عندها، ما تطالع في الكلر دي، ما تدري اني اسبك. لا يا لبي، شوف فين تزبن، هذه مسكينة ذي. خلينا ناخذ شحنة، نشيلها ناخذ توكن عليها. وين راحت؟ ما شاء الله تعرفي تزبني وانتي جالسة، ما لكن تستاهل وماله. هذا ترك الجنريتر ويركض يمين يسار يسار يمين. وين راح؟ خطوط ما اعطونا سكراتش. اسمع صوت فينج، يمكن هذه خطوطه اختلطت مع خطوط الصيد الاساسية اللي ادورها انا. فينج هنا، هاي فينج، ما عليك اي شيء اي شيء، لا تخاف ماني متن لكم، حتى سيلف كير ما عندك انا داري. والله من التيشيرت من الجاكيت حقك باين ما عندك سيلف كير. هذا حرق ام الجنريتر هنا، سيب الجنريتر، سيب يا معرقة، سيب والله هذه خلتها مسألة حياة وموت. خليها تطيح البلد، يلا روح طيح البلد. ديد هارد البلد مصيري. اوه شات، هذه بتعقدني. نايس والله نايس عليها. انا لازم اكسر هذا كويس كويس، تركت المكان. ليش الخطوط هنا؟ هي راحت كذا. صوتها هنا، هذه هي. ابلع كف، كويس جابتنا جات عند ما طور بعد، جات تشغل على بالها انها ضيعتني. هذه ايش عندها ذي؟ يلا خليني اعلق التعليق الثاني بس برفس ذا الموتور. نزلوه، اه ذاك فجر موتور. اوكي نايس، في مطاردة هنا، هنا في واحد غير فينج. رميتي، اوكي اوكي اوكي، ترى اطيع. ها لحسن حظك ما عندي هاتشيت، او يمكن لسوء حظك. تطلعين فوق، يلا حظ فينج المسكينة يرقبوها. راحت يسار، سمعتها تقفز كأنه في بلت انا ما كسرته. يلا 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 تعال، ريفوك يا فينج، ريفوك ولا باقي؟ احتاج هاتشت، الظاهر ما راح الحق على فينج. قوموها والله، هنا مسكينة تبكي. فينج هذه تمشي على الله كذا، بس حرام ارمي عليها هاتشت. نشيلها، ما في احد غيره هنا. ممتاز، الحين 5 توكن، الحين لازم يتركون كل الجنريترات حرفيا، يروحوا يدورون على اللولو باي. اتركوا الماطور يا مسلمين، تقول لا. يلا اخيرا تركوا، تعال يا ناس. وما عليك، روحي روحي، خلينا نكسر ذا الماطور. راح ينفجر ان شاء الله اكثر من كذا مع اللولو باي. المفروض انهم يدورون لولو باي الحين. اوف، راحوا للماطور اللي هناك يفجرون، تركوه تركوه. شافوه ما غير يتفجر، لولو باي كنترهم صراحة. فجر الهيكس، راح فجر مخه. راح انت هذيك، انا عارف هذيك اللي هربت هي اللي فجرتها، لكن خير ان شاء الله. وين راحت؟ انا ما ابي كلادت اللي طقيتها تو، ابي هذيك اللي يوم تيشرت ازرق السوسه. ما راح هناك،
خلينا اكسر هذا، انا خاف يكون عندهم بيرك يرفع البلاتات، فمصيبة تترك البلاتات طايحة. الحين الوضع اختلف. اوف، مين هذا اللي هنا؟ انتي هيا لوكي. ها انا اتركها واقول مسكينه، اعطيها فرصه بالاخير. خير خير ان شاء الله يا فينج بلاين، اذا ما خليتك على الارض لنهايه الجيم هذه. هذه تعرف اللوبينج والتسبيقات بس انها ما تعرف تطالع ورا. لازم نقرا افكارها صح. هذا خلاص راحت عليها. اقعد هنا، خليك هنا، باقي ماطور واحد اصلا وانت اللي معرق اكثر شيء. كلاودي تبيكم تيشرت ازرق، الجينز الازرق المفروض ما تطلع اليوم. ايش تسوين انت هنا؟ ايه انا انت اللي ابيك اصلا، انت الهدف، انت بالنسبه لي اوبسيشن اليوم. شوف التلبوكسات اللي في يدها، يخلص واحد تجيب واحد. واول تعليقه ذي، لا ثاني تعليق اعتقد. يب اثنين شغلوا هذاك الماطور، واتوقع انها فينج ونانسي ما غيره. هناك نانسي، هذيك نانسي وين راحت؟ هذي، وباقي فينج. خليك ايوه 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 ايوه. احد يركض صيده وراه هانترز. نزلوا كلاودت اللي المفروض ما تنزل. يا لك كمية القهر التي اشعر بها. كلاودت المفروض تنزل الارض الحين، والهاتش هنا يا ربي. وينك كلاودت؟ والله لا تنلك. في احد جاء هنا ينزل هذه ولا ما في؟ وين فينج الحين؟ اها ابلعي، ما تبي ترجع للبلد انت؟ اوف حرام. اصيد من هنا، ها يمين يسار يمين في النص، كفو. شيل شيل، اشغلهم بنفسهم لانهم اكيد الحين راح ينزلوا اللي معلقه بتموت، فنشغلهم عن البيبان. حظه هذه ثاني تعليقه. هذا كله اتوقع فينج ماين ما راح تساعد احد عند الباب. وين كيفين؟ هذه لما نزلت. قوم فينج، تعالي كلاود تعالي تعالي، خلي فينج تفك الباب تروح، مو مشكلة. روح يا فينج، ما بيك. روح يا فينج، الباب جنبي كلهم معلقين. روحي راحت فينج تنزل احد، ما لحقت عليه مات. قبل ما توصل عنده بلمسة مات. والله هذه كانت حتنزل. موتي يا شيخة انت، موتي انت، اهم شيء تموتي. عبدة جنريترات ذي يا شيخ. فينج فينج، اوبا. امزح امزح معك يا فينج، يلا روحي تستاهل. يلا مع السلامة فينج، الله وياك فينج. اوه بركات فينج، فينج بركات فينج، يعني يدور تروفي. كويس اني خليته يفوز صراحة، والله شيء جميل، افدنا واحد. يلا كويس. يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم اخوكم هاشم، السلام عليكم.